فوق السحابة، هنعتبر دعمنا الآن النزول داخل السحابة المضاربي. كم يكسر بكرة الخليج ويدخل في السحابة؟ هذا دعم مضاربي 29.65 تقريبا اللي كان عندها اليوم وارتدينا منها. أنا اليوم اشتريت عند 75. طيب لو كسر الخليج دي التدريب، فين دعم الاستراتيجي؟ حط لي عند السحابة كم؟ 28.25 محل ما ارتد قبل العيد. يعني أنا معناها يا شباب لو أنا من ملاك الخليج التدريب الاستراتيجيين كسر في الخليج 29.70 أروح أشتري 29.5، ها؟ أشتري 29.10 ولا أقول له تعال يا أخوي تعال الله يلعن شيطانك تعال يلا الوعد 28 برضو جالسين في وسطك. ليش؟ لأنه إيش يقول لنا الخبير الياباني؟ بيقول لنا شيرلم ولا بيقول لنا بوررم؟ ها؟ شر. طيب لو ارتد إن شاء الله الخليج دي التدريب وطلع وقف فوق الخط الأزرق التينكي، لا فكني من ذا التريند الصغير، ما أبغى، فكني منه. إيوه نبغى شغل بروفيشنال، نبغى اختراق صحيح. طيب لو نحن فوق الأزرق معناه تحت المتابعة ولا لا؟ ممكن في أي لحظة يشتغل. أين يخترق الترند ويقلب أمه شمن كحلي؟ تقريبا 31.5، 31.5 اليوم السهم قريب 30 يعني 5%. هذا لو اخترق احتمال ينسب مثلا. ها يا شباب إيش رأيكم؟ اطمنتوا على مجموعة السمنة خاصة اللي حاطين الصدام في الصدام؟ أبغى أسوي لكم زي أبو يحيى يوم يحلل أسهم.